هذه خرجناها مع تضامن مع أهلنا في إيطاليا رغم وجود فيروس كورونا في قطاع غزة، لكن أصلاً أنا نعمل هذه الفعالية تضامن مع أصدقائنا في إيطاليا رغم أنه تفشي كورونا في إيطاليا وهناك إصابات كتير في الفيروس هذا. بتمنى من ربنا أنه يرفع البلاء عن أهلنا في إيطاليا وعن جميع العالم وترجع الحياة لطبيعتها وتكونوا دائماً سعداء تبعا لما تقوم به الإجراءات، تبعا لما تقوم به وزارة الداخلية ووزارة الصحة داخل القطاع، ونحن على ثقة تامة بكلتا الوزارتين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لما تقوم به من مجهودات وبذل في الجهود لمنع تفشي هذا الفيروس، ونسأل الله السلامة التامة لجميع أفراد شعبنا وأن يرفع الله عنا هذا البلاء في أقرب وقت. السلام عليكم.